مهرج الصحافلة. فرحت بيك اليوم سوري. صباح خير صباح النور بونجور. اسمك يقول صباح خير ما عقلوا هكا كل شيء. خلينا هو عامل لنا مشاكل ما نعرف. صباح خير ماتي ناشتين كل الناس تسمع فينا. وي اليوم عملنا دورك العادة على الصحافة. بيصير في راديو يسمعوا فينا مش يتفرجوا فينا. يسمعوا فينا ويتفرجوا. ما فيش يتفرجوا فينا. أرز ما مش يتفرجوا فينا. عملنا دورة في الصحافة دونك التونسية. مش نبداو بالتصريح اللي عمل برشا فجة بوبلي البارح وهو تصريح وزير خارجية سي طيب البكوش اللي قال اللي كلمة بكوش باش نلقاهم بعد رغم اللي هو بكوش معناها ديما مبلبزها فهمتني دونك في آخر خبر سي طيب قال لك سنفتح قنوات الحوار مع الإرهابيين قنوات اي معناها باش يحلوا قنوات أخرى بخلف قناة الزيتونة سي طيب والله غريبة هذه هو مش لا سي طيب بعد ما تكلم معناها بساعة الوزارة كذبت دونك حاب نقول له سي طيب البكوش التزم باللقب نتاعك يعيشك. في الصريح عن فكره للطيب البكوش في الصريح وزير الفلاحه قال لك الامونيتر متوفر بكميات كافيه. الامونيتر مختر ابو عياض امسا معليش ام بوكو وام قتاده. في الصريح زاده قال لك احاله يوهانتوس جار على مجلس التاديب. يوهانتوس جار ملعب حتى ظهر يلعب نص ساعة معناه وبعدك أحلوا على مجلس تأديب. يوهانتوس جار هذي بالحق لاعب لازم وقفوا عند حدو عليه كسرها برشا تخيل شو عمل الحاتم شنو جاي لسليم الرياح وقال له خلصني. لا 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 عمله ما تعملش حتى الفيفا تعاقبه لازم يتعاد على مجلس تأديب. قال لك الاعلان كليفيستا ان شاء الله قال روحه المخرج نتاعنا دالي كليفيستا تسليم كليفيستا الاعلان عن تاسيس جبهه وطنيه لشباب نداء تونس. شباب نداء تونس انا تحصلت على وثيقه النظام الداخلي نتاع النداء والواحد قال لك وفيها حبيت تدخل معهم انه الشاب في نداء تونس هو اللي 60 سنه اصغر من سيلفيجي. بالصباح رئيس الحكومه للوليد قال لهم كونوا مثالا في نظافه اليد وليد الاخرى مش مشكل صرفوا بها مستحضر عليه طلع صابونه نظيف المهم يد تخرج نظيفه الاخرى مش مشكل. في اخبار الجمهوريه عاد شكون في الوزارة زيادة؟ اسمع بالستريمينغ خلطوا بالدرس. في أخبار الجمهورية 30 عملا مسرحيا تونسيا في أيام قرطاج المسرحية. قريت الليستة نتاع المسرحيات وتصدمت حات. شنو؟ ما لقيتش مسرحية النداء والنهضة فيها. ليه؟ والله في الشروق في الشروق مختار الخلفاوي قال لك نحو إرساء 200 مصحة داخل المدارس التونسية. ما الخلفيه اللي هو الناطق الرسمي باسم وزاره التربيه باسم وزاره التربيه فوالا خبر صار برشا التلامذه وخاصه كنا نعرفوا اللي اكثر من 50% منهم يحربشوا نجي جلول ويعمل زريقه للجمود المستوري والنقابه ظهر لي وفي الشروق يعديها على النعاش في الشروق هسه تخيل جمودي مسمودي جمودي شو اسمه مستوري مستوري مسمودي على البقلاوه اللي جايبها خالد نصر قاعد مخك كاكاويه قلت لكم كاكاويه مش لوز عليه هكا الرجل يا خويا ما سالم منه حد في الشروق الخطوط الجويه التونسيه تقتني طائرة جديدة من نوع ايربوس A300A200 حسب ما عرفت في الطيارات هي ديجا ايربوس ذا اللي فيها بوس اكثر من الاير هذه طيارة عالمية طيارة غالية برشا برشا زاد في بالك ولا في بالك هذاك علاش نحب نقول للمسافرين يتفهموا كان لقيت فرضة صبت ناقصة ولا الشركة ناقصة ولا براسلي ناقصة راهو تبشكم ماهوش ماشي خسارة قاعد تسرق وتبيع وتشركوا في الطيارة تجدد في يسير ميرسي يعيشكم كذا مع الصحابة نتاع اليوم مهرج الصحافلة فرحت بيك.